فقط للمشاهد في انك تذكر بعض القصائد. عبد العزيز كان لك مشاركات في ندوات وفي احتفالات اجتماعيه ووطنيه وكذا، وش ابرز ندوه واحتفال قدمته في مسيرتك؟ والله شوف، احنا بالعكس يعني انا كان وقت ما اتكلم واقول في الاسئله اللي تصير وقت البرنامج، صار عندنا اول لقاء كان فيه شوي رهبه، ثاني لقاء بدينا نفك، ثالث لقاء إلين ما تعودنا، هذا الفضل لله ثم يعود للبرنامج الواقع اللي يعني الأمانة صقل الرجال، وزي ما تقول خلاص أعطاك الشهادة وقال يلا اطلع على ذا. فكان اللي كنت أتكلم فيه يعني طبيعي إنه أي شخص يدخل البرنامج عنده هدف، عنده رسالة، وعنده شيء يبغى يقدمه للجمهور. فأنا من ضمن الأشياء اللي أنا أحاول أني أنا أقدم لمحافظتي، محافظة الخرج وكذلك الشمال. أنت واضح يا عبد العزيز بالقطع وردك أنك مرة متوتر. أنا بلشان بهذه واضح. مرة متوتر. هذه لها هدف. أنت إذا حققت راح أبرز الندوات اللي قدمتها والاحتفالات وين كانت؟ سم لي المناسبة. فيها بعض المبادرات اللي تكون في غرفة الخرج، وبعض المبادرات اللي تخص ريادة الأعمال أكون فيها يا عضو فعال فيها أو مقدم. حلو، يعني إلى الآن على محافظة الخرج فقط، ما كان لك ندوات أخرى خارجية، مؤسسات معينة؟ لا والله على يدك أبو. الله يوفقك، تستاهل يا عبد العزيز، أنت واصل ما يحتاج. الله يوفقك. الله يسعدك. طيب على أساس ما نطلع من